سيدنا جبريل يا ست لميا نزل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله أقرئ أبا ذر مني السلام. اسمعيني، أقرئ أبا ذر مني إيه؟ السلام. فسيدنا الحبيب قال لأبو ذر، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لأبو ذر كده: جبريل بيسلم عليك. قال له: أنا أعرف جبريل منين؟ لكنا أصحاب ولا قرايب، وكيف يعرفني جبريل؟ قال: سألت جبريل نفس السؤال، فقال: يا رسول الله، وكيف لا أعرف أبا ذر وملائكة السماء كلها تعرفه؟ قال له: إيه ده مش جبريل بس الملائكة. قال: يا رسول الله، ما من ملك في السماوات السبع والأراضين السبع إلا ويعرف أبا ذر. قال له: إزاي يا رسول الله؟ قال له: سألت جبريل نفس السؤال. قال: ما من ملك في السماوات السبع والأراضين السبع إلا وهو يعرف أبا ذر بسبب كثرة قراءته لكل هو الله أحد. يا سلام. فسيدنا أبو ذر قال له: تلك صفة الرحمن وأنا أحبها. فنزل جبريل وقال له: قل له إن الرحمن يحبك لحبها. هو فعلا في بعض الناس يقول لك لو قريت قل هو الله احد ثلاث مرات كانك قرات المصحف. القرآن كله ده فعلا. نعم نعم. وهي السر. على بالمناسبه انا حاسس ان انتوا بتختموا صح كده. على فكره انا عايز ادي الناس هديه النهارده بسرعه كده. قل هو الله احد من الاسرار العليه التي تحتوي على الاسماء العلويه وعلى الاسم الأعظم لرب البرية، فمن داوم عليها رأى عجبا، ومن داوم عليها كان له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. يلا بسرعة، أنا بقول لكم هدية النهاردة. داوم عليها ازاي؟ داوم عليها هوله كل يوم الصبح اقرأ 11 مرة قل هو الله أحد بنية تفريج القروب، وبالليل قبل ما تنام 3 أيام بالله عليكم هتشوفوا سر عجيب، هتشوفوا أسرار عجيبة، سيجعل الله لكم من كل هم مخرجا ومن كل ضيق فرجا بسر قل هو الله أحد، وبسر الواحد الصمد، وبسر الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولم لا؟ وهي صورة جمعت التوحيد كله فاستحقت أن تكون ثلث القرآن.